السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نحلو تمارين الصفحة 60. عندنا تاسك 32 33 and 36. اوكي، اذا تبعوا معايا الحلول الخاصة بالكاتبة المشهورة كاتبة هاري بوتر. I work with my partner and match each young interviewer's question with the corresponding beginning of Rowling's answer. إذن هنا عندنا الانترفيورز questions and the interviewer the interviewee answers. اوكي، إذن الأسئلة اللي طرحوها الانترفيورز والسؤال الجواب اللي جاوباته الانترفيوي اللي هي or the interviewer اللي هو الانترفيورز عفوا هما اللي يطرحوا الأسئلة واللي يجيب على السؤال نقولوا the interview. So we have was there، هنا راح نربطوا السؤال مع الإجابة نتاعو. Was there a particular teacher who encouraged you to write when you were a child؟ هل هناك أستاذ ألهمك ولا شجعك باش تكتبي كي كنتي صغيرة؟ هنا هذا السؤال كان السؤال الأول. I had some teachers but I never told them. إذا الإجابة نتاعها كانت بلي عندها بعض الأساتذة بصح أبدا ولا جامي قلت لهم بلي حابة تولي a writer. Would you like to do another job? No, I'm doing the best job in the world. هل تريدين القيام بعمل آخر؟ قلت لهم لا، أقوم بأجمل عمل أو بالعمل المفضل لدي في العالم ولا أفضل عمل في العالم. If you have to choose one teacher from your books to teach your child, who will it be and why? Professor Lupin, okay, Professor Lupin, he is my favorite or my inspired teacher because he is clever, kind and his lessons are interesting. كما سبق وشرحناهم في الصفحة 60. اوكي، اذا هنا I work with my partner and much عفوا نربطنا كل سؤال مع الاجابه نتاعو. نروحوا هنا للايدنتيتي كارد الخاصه ب جوان اللي هو I listen again to parts 1 2 3 of Rowling's interview and complete Rowling's identity card in my copy book. الايدنتيتي كارد نتاعها فيها العمر نتاعها، ناشيوناليتي، فورمر اوكيوبيشن اند كيوريت اوكيوبيشن. دوك في الشرح نقول لكم واش معناتهم. بيست سيلر تايتل، الكتاب الاكثر مبيعا. تشايلد هود دريم كارير، ايديال تيتشر نيم اند بيرسوناليتي فيتشرز، الاسم تاع الاستاذ نتاعها والوصف نتاع الشخصيه نتاعها. اذا نروحوا هنا الايج نتاعها، هنا كيفاش حسبناه فقط هذه باش ما تروح لكمش. شوفوا هنا في الصفحة 59 عندنا born in 1965، ولدت في عام 1965. انتم 1965 شحال نزيدو لها باش نوليو في 2019. اذا عندها age 54 years old، عمرها 54 سنة. nationality، الجنسية نتاعها British. okay she is British. nationality نقولو British ما نقولوش بريتين. okay former occupation معناتها المهنة السابقة نتاعها، كان عندها عمل كي كانت من قبل أن تصبح كاتبة. والcurrent occupation هي المهنة الحالية، current معناتها الحاجة الactual or the actuality، الحاجة الحالية اللي رانا فيها الوقت الحالي. أوكي، عندك current former current occupation عفوا and former occupation. former occupation هو المهنة السابقة أو العمل السابق، والcurrent occupation هي المهنة الحالية. so her former occupation was a teacher، المهنة السابقة نتاعها كانت أستاذة. current occupation المهنة الحالية هي a writer. best seller title، الكتاب الاكثر مبيعا هو هاري بوتر. هاري بوتر هنا دبل ار، اوكي ماشي ان، انا الار نكتبه هكا هاري بوتر. childhood dream career to be a writer، الحلم نتاعها الحلم نتاعها كانت صغيره هو انها تصبح كاتبه. اوكي، ideal teacher name and personality features، هنا الاسم نتاعو مستر لوبن اللي هو his name and he is kind and clever. the personality features نتاعو وصفته بانه kind and clever. اذا كانت هذه هي الايدنتيتي كارد نتاع جوان. ننتقل الان للتاسك 34. I use all the information I have learned about Joanne Rowling
from her identity card and the listening tasks to write a short paragraph from 4 to 6 sentences about her profile. هنا رايحين توظفوا المعلومات اللي راهم في الايدنتيتي كارد وفي الاسنان ونكتبوا فقره صغيره عليها. انا هنا كتبت لكم فقره فيها 6 اسطر، درت لكم فيها كلمات سهلين باش تجيكم سهله في القراءه وسهله في الفهم، وهنا كل واحد يحب يزيد من عنده يزيد من عنده. اذا جوان، شوفوا اسمك كيفاش تكتب جوان رولين. هنا فقط قبل ما نبداو امدوا لكم هنا كيفاش تبداو. اي لايك اي كان ستارت لايك ذس، تذكروا العمر نتاعها، year old British writer J.K. Rowling is، وتبداو في الديفينيشن تاعها ولا في التعريف نتاعها. انا هنا بديتها بطريقه اخرى. Joanne Rowling is a British writer. Okay, is a British هنا writer. When she was young, she was dreaming about being a writer when she grew up. إذا جوان رولين هي كاتبة بريطانية، عندما كانت صغيرة كانت تحلم بأن تصبح كاتبة. Her ex job، okay ex job ولا her former occupation، هنا ال ex job هو العمل السابق، was a teacher but today، فقط هنا but today فاصلة، she is one of the most famous writers in Britain. She is but today her ex job was a teacher، العمل السابق نتاعها or her former occupation was a teacher، but today ولكن اليوم او الان she is one of the most famous writers in Britain، هي واحدة من اشهر الكتاب في بريطانيا. She wrote the best seller book and the famous one Harry Potter، كتبت الاكبر مبيعا او الكتاب الاكثر مبيعا والمعروف اللي هو هاري بوتر. انا هنا درت فقط هذو، ما تحبوا هنا يدخلوا فيها الايديال تيتشر نتاعها، تذكروا الصفات نتاعو وغيرها، ولكن انا هنا اختصرت لكم لانه طلبوا منا 4 حتى 6 جمل، ما تكثروش على رواحكم. جوان رولين is a British writer. When she was young she was dreaming about being a writer when she grew up. Her ex-job was a teacher, but today she is one of the most famous writers in Britain. She wrote the bestseller book and the famous one, Harry Potter. Okay? إذن هذا هو task 34. Task 35, I work with a group of partners. We listen again, and we compare our answers. هنا تعاودوا تستمعوا وتقارنوا الأسئلة الأجوبة نتاعكم في هذا وهذا وهذا. Okay. ومن بعد عندنا task 36. جوان رولين، نحاول الاسم تاعها كيفاش مكتوبه. Considers Professor Lupin as her ideal teacher. هنا دايره باللي الاستاذ لوبين تاعها هو الاستاذ المثالي تاعها. Okay. I ask my partner 3 or 4 questions to find out about his or her ideal teacher. My questions should be about. هنا راح نطرحوا 3 أسئلة. عفوا، حول this ideal teacher's gender، a male or a female teacher. هنا رايحين نطرحوا على الجنس نتاع الأستاذة ولا الأستاذ، إذا كان ذكر أو أنثى. okay the personality features of this ideal teacher، نطرحوا سؤال حول الشخصية نتاعو. Whether any of my partner's former or current teachers represents this ideal teacher، رح نطرح سؤال على زميلي إلى كاين واحد من الأساتذة نتاعو أستاذة ولا أستاذ يمثل هذا الأستاذ بنفس الصفات اللي عنده. هنا فقط رايحين نديرو questions. okay هنا قالوا لنا questions ما قالوا لناش answers. انا هنا خدمت لكم 3 أسئلة، فقط سؤال العنصر الاخير قلت لكم عليه طريقتين حول طرح السؤال. I change role with my partner and answer his or her question about the ideal teacher. هنا من بعد انت وزميلك رايحين تجاوبوا على الاسئله نتاعكم، مره هو يطرح عليك الاسئله وانت تجاوب، ومره هي تطرح عليك السؤال وانت تجاوبي. اوكي انا هنا هذه تخدموه في القسم انت وزميلك. عفوا نروحوا هنا الاولى عندنا this ideal teacher's gender a male or a female teacher. رايحين نطرحوا السؤال بهذه الطريقه. Is this professor a male or female? Is this professor male or female? هل هو ذكر أم أنثى؟ عدنا هنا the personality features of this ideal teacher. هنا كيفاش نطرح السؤال على الشخصية نتاعو.
What are the characteristics of his personality? What are the characteristics of his personality? ما هي صفات شخصيته ولا ما هي الصفات التي كاينة في هذا الأستاذ؟ السؤال يكون بهذه الطريقة. What are the characteristics of his personality؟ هنا طرحنا سؤال على الـ personality features. Okay. ننتقل الآن للسؤال الثالث هنا. Whether any of my partner's former or current teachers represents this ideal teacher. هنا راح نطرح السؤال إلى كاين أستاذ ولا أستاذة من اللي رام يقريوكم الآن current ولا من اللي فاتوا عليكم يكون يمثل هذا الأستاذ. عفوا. Is there any of your current or former teachers have any of these ideal features? Is there any of your current or former teachers have any of these ideal features? هل يوجد أستاذ من الأساتذة نتوعك الحاليين ولا أستاذ من الأساتذة نتوعك السابقين يمثل ولا عنده نفس هذا؟ هنا عنده have معناتها عنده واحدة من هذه الصفات ولا في هذه الصفات. وهنا عندنا طريقة أخرى. Is there any professor from your professors who represents this professor? Is there any, هل يوجد أي أستاذ من أساتذتك يمثل هذا الأستاذ؟ Is there any professor from your professors who represents this professor or this teacher or represents this ideal teacher? تحبوا هنا دخلوا في السؤال ideal teacher دبروا لسانكم. أوكي أنا فقط هنا دت لكم أسئلة بسيطة ما تحتوي على العناصر اللي سبق وكنا نشرحوا فيهم. إذن هذا هو حل تاسك 36 كما كم تشوفوا. فقط أنا هنا بروفيسور اخطأت كتبتها دبل اف فاني عاود تمحيتها. أوكي وعدنا تاسك 34 اللي هو الباراغراف صغيرة جدا حول رولين. والتاسك 33 الايدنتيتي كارد انتحها. وهنا التاسك 32 اللي كان ربط الكلمات أو الأسئلة مع الإجابة انتحها. إذا وصلنا لختام هذا الفيديو. أتمنى إن شاء الله يكون فاتكم طريقة الشرح وأنصحكم بالاستماع الجيد في القسم. أترككم في رعاية الله وحفظه. بقوا على خير.